بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل مع بعض مقرر مراجعة واحد في الفصل الدراسي الصيفي. والنهاردة زي ما احنا متفقين قبل كده ان احنا كل محاضرتين بنعمل محاضرة مراجعة على والاسئلة الممكن تجيلي في الجزء اللي احنا درسناه في المحاضرتين السابقين. والمحاضرتين اللي فاتوا احنا اتكلمنا على مؤهلات المؤهلات المراجع ومقومات مراجع الحسابات، وكمان تقرير مراجع الخارجي اللي هو المنتج النهائي لعملية المراجعة. درسنا في المحاضرتين اللي فاتوا ايه هو التأهيل، ما معنى كلمة تأهيل المراجع الخارجي، وايه هي التأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي، وايه هي شروط التأهيل العلمي والعملي في جمهورية مصر العربية وفقا لقانون الشركات سنة 81. كمان درسنا ايه هو تعريف تقرير المراجع، وايه كمان درسنا اسف حقوق ومسؤوليات المراجع وواجباته. وفي اخر المحاضرة اللي فاتت درسنا تقرير مراجع الحسابات وما هو معنى كلمة تقرير وانواع التقرير او انواع الرأي اللي بتكون في التقرير، وايه هي مكونات تقرير مراجع الحسابات، واهمية التقرير، ليه المراجع مفروض ان هو يطلع تقرير في نهاية عملية المراجعة. المحاضرة النهاردة هنبدأ نشوف ايه الاسئلة اللي ممكن تجينا على الاجزاء اللي احنا ناقشناها في المحاضرتين السابقتين. اول سؤال ممكن يجي لنا هو احدد مدى صحة او خطأ العبارات التالية، وزي ما اتفقنا احنا بس بنوضح اذا كانت العبارة خاطئة او العبارة صحيحة دون تصحيح العبارة. تمام، الجملة الاولى بتقول للمراجع او المحاسب تحت التمرين المقيد بجدول الف حق فتح مكتب خاص للمراجعة باسمه. طبعا قلنا المراجع تحت التمرين ده بيكون لسه مراجع بنعمل له عملية تأهيل مبدئي، فبالتالي لا يحق له فتح مكتب مراجعة باسمه، كما لا يحق له مراجعة حسابات شركات مساهمة. فإذا المراجع تحت التمرين المقيد بجدول ألف لا يحق له فتح مكتب خاص بالمراجعة باسمه، فالعبارة هنا خاطئة. الجملة الثانية يقيد بجدول المحاسبين المراجعين جدول به مباشرة أعضاء جمعية المحاسبين المراجعين المصرية، ويحق لهم مراجعة جميع الشركات بما في ذلك الشركات المساهمة. طبعا قلنا بداية من المراجع يتسجل في جدول به، فبيحق له فتح مكتب مراجعة خاص باسمه. تمام، وبيحق له ان هو يراجع كل الشركات بما فيها الشركات المساهمة، فبالتالي وكمان ممكن أأيد على طول ومباشرة أعضاء جمعية المحاسبين المراجعين في جدول ب، فبالتالي العبارة صحيحة. الجملة الثالثة بتقول يعتبر تقرير المراجع عن القوائم المالية هو المنتج النهائي لعملية المراجعة، ويمثل وثيقة مكتوبة تفصح عن الرأي الفني المحايد للمراجع في هذه القوائم المالية، وهو الوسيلة الأساسية لإبلاغ مستخدمي القوائم المالية بهذا الرأي ونتائج عملية المراجعة. لو رجعنا للمحاضرة اللي فاتت هنلاقي ان هو ده تعريف تقرير المراجع عن القوائم المالية. التقرير المراجع هو المنتج النهائي لعملية المراجعة، ويمثل وثيقة مكتوبة تفصح عن الرأي الفني المحايد للمراجع في هذه القوائم المالية، والوسيلة الأساسية لإبلاغ مستخدمي القوائم المالية بالرأي والنتائج عملية المراجعة، فإذا هنا عندي العبارة صحيحة. تمام، الجملة اللي بعد كده يمكن تقسيم رأي المراجع من حيث رأي المراجع، يعني من حيث الملاحظات والتحفظات التي يبديها المراجع، إلى نوعين هما التقارير النظيفة الرأي غير المقيد والتقارير العكسية الرأي العكسي. طبعا احنا قلنا ان احنا ممكن نقسم المراجع من حيث الملاحظات والتحفظات اللي بيبديها الى تقارير متحفظة او رأي مقيد وتقارير عكسية اللي هو الرأي العكسي، فبالتالي الجملة هنا عندي غلط، لان مفروض التقرير النظيف ده يبقى المراجع ملوش اي ملاحظات او تحفظات عن القوائم المالية، فبالتالي ما ينفعش نقول ان هو فقط تقارير نظيفة او رأي غير مقيد. لا، لو هيدي ملاحظات ويدي تحفظات فيبقى اذا عندي تقارير متحفظة او تقرير مقيد وتقارير عكسية. تمام، الجملة الخامسة من الشروط العامة لإعداد التقرير ان يكون في وثيقة مكتوبة، وان يحمل توقيع المراجع، وان يشير صراحة الى المدة التي شملتها عملية المراجعة، وان يوجه الى مجلس ادارة الشركة. تعالوا نشوف الجملة دي. من الشروط العامة لإعداد التقرير ان يكون في وثيقة مكتوبة، صح. أن يحمل توقيع المراجع، صح. أن يشير صراحة لمدة شملت عملية المراجعة، صح. أن يوجه إلى مجلس إدارة الشركة، طبعا العبارة خاطئة، لأنه بيوجه إلى الجمعية العمومية للمساهمين أو إلى حملة الأسهم، فبالتالي هو لا يوجه إلى مجلس إدارة الشركة، فتبقى العبارة خطأ. يبقى الجملة كلها سليمة ما عدا آخر نقطة أنه بيوجه إلى مجلس إدارة الشركة، لا، هو بيوجه إلى حاملي الأسهم أو الجمعية العامة للمساهمين. رقم 6، قد يخرج المراجع عن التقرير النموذجي ذو الرأي النظيف إذا وجد أن المنشأة تخالف وتخرج عن المبادئ المحاسبة المتعارف عليها فقط عند إعداد القوائم المالية. يعني
الحالة الوحيدة اللي المراجع يقول فيها رأي غير الرأي النظيف ان يكون في خروج عن المبادئ والمعايير المحاسبية. طبعا لا، في كذا حالة ونقدر نعرف الحالات مجمعة في الفصل في المحاضرة اللي فاتت، ان هو تخرج عن المبادئ والمعايير المحاسبية احد هذه الحالات وليست الحالة الوحيدة ان المراجع بيبدي فيها رأي غير الرأي النظيف او بيبدي فيها رأي مقيد. تمام، دي الجملة الستة. السؤال التاني عندي بيكون ناقش العبارات التالية ومديني مجموعة عبارات، واحنا مفروض ان احنا بنناقشها في بطريقة ملخصة ما بنستفدش في التفاصيل، احنا بنحاول ندي اللي مطلوب من السؤال وفي نفس الوقت ما بحتاجش اكتب كتير، انا بس عايزة اوصل العبارة دي معناها ايه. الجملة الاولى بتقول تأهيل المراجع الخارجي. تأهيل المراجع الخارجي، يبقى هنا مطلوب مني ان انا اقول ايه هو التأهيل واتكلم عن جوانب التأهيل مش اكتر من كده. خلاص، يبقى يقصد بتأهيل المراجع هو حصول على القدر الكافي من المؤهلات العلمية والتدريب العملي. ليه انا بديله مؤهلات علمية وتدريب عملي؟ حتى يتوافر له المهارة المهنية الكافية لأداء المهام المطلوبة منه. يبقى التأهيل هنا حاجتين، ياخد مؤهلات علمية وياخد تدريب عملي، يبقى جانبين التأهيل بيتضمن المؤهلات العلمية والمران العملي او التدريب العملي. يبقى تأهيل المراجع الخارجي هو حصوله على القدر الكافي من المؤهلات العلمية والتدريب العملي حتى يتوفر له المهارة المهنية الكافية لأداء المهام المطلوبة منه. أي مهام المطلوبة المراجع لازم يكون واخد تدريب عليها ولازم تكون مؤهلاته تكفي إن هو يؤدي المهمة دي. عشان كده من أحد شروط ومن أهم شروط المؤهلات العلمية إن هو يكون خريج كلية التجارة قسم محاسبة، ده اللي بتطبقه جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو ما يعادل أو ما يعادلها في الجامعات والأكاديميات الخاصة، وده من أهم الشروط. والتدريب العملي زي ما قلنا إنه لازم ياخد تدريب في مكاتب محاسبة ومراجعة لفترة زمنية معينة بتمتد لثلاث سنين عشان يقدر عنده المهارة إنه يؤدي المهام المطلوبة منه. دي الجملة الأولى. الجملة الثانية اللي بيطلبني ان انا اناقشها اللي هي متطلبات التأهيل للمراجع الخارجي في جمهورية مصر العربية. احنا قلنا ان القانون قال في مادته الاولى، قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، انه لا يجوز ان يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر الا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين المراجعين بوزارة الاقتصاد. وطبعا القانون ده كان صدر سنة 51، فبالتالي وزارة الاقتصاد حاليا بقى اسمها وزارة المالية. دي المادة الأولى. يبقى المادة الأولى قالت لا يجوز أن يزاول المهنة إلا من كان اسمه مقيد في السجل العام للمحاسبين المراجعين في وزارة المالية. المادة الثانية اشترطت أن يسجل في أن كل من يسجل في السجل العام، يعني أنا هخليك تزاول المهنة وأنت متسجل، طيب قبل ما تتسجل لازم تكون مصري مقيم في مصر، يعني جنسيات غير المصريين لا يسجل في السجل العام للمحاسبين المراجعين المصريين وبالتالي لا يجوز لهم مزاولة المهنة داخل مصر، أن يكون كامل الأهلية وأن يكون حسن السمعة لم تصدر عنه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية مسة بالشرف. يبقى عشان أتسجل أزاول المهنة يبقى أتسجل في السجل للمحاسبين المراجعين. طب عشان أتسجل في سجل المحاسبين المراجعين لازم أكون مصري مقيم في مصر، لازم أكون كامل الأهلية، لازم أكون حسن السمعة. تمام؟ طيب السجل بقى بيتكون من ثلاث جداول، كل فئة من المراجعين اتخصص لها جدول. أول حاجة جدول ألف اللي هو جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، جدول ب اللي هو جدول المحاسبين والمراجعين، جدول جيم هو جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين. تمام، وقلنا ان جدول ألف بيبقى بياخد 3 سنين بيسقط في الجدول وبالتالي لا يحق لهم فتح مكتب خاص باسمه ولا يحق لهم مراجعة حسابات الشركات المساهمة. تمام، وبيفضل بيكون لسه خريج جديد فبالتالي بيضاف تحت جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. اما جدول ب المنتقل من جدول الف او اذا كان عضو في جمعيه المحاسبين والمراجعين المصريه فبيسجل مباشره في جدول ب، وده يحق له فتح مكتب محاسبه ومراجعه باسمه ويحق له انه يراجع كافه حسابات الشركات بما فيها الشركات المساهمه. اما جدول ج فده جدول كان لفئات معينه وتم ايقاف العمل به او بعد صدور القانون بسنتين، فبالتالي يبقى الجدولين الاساسيين الموجودين عندي هما جدول المحاسبين تحت المراجعين تحت التمرين جدول الف وجدول المحاسبين المراجعين اللي هو جدول ب. السؤال الثالث هو في مناقشه الجمل، هو ضمانات المحافظه على استقلاليه المراجع الخارجي في ظل قانون الشركات رقم 159 لسنه 81.
تمام. القانون عندي اللي هو اصلا كان قانون رقم 26 لسنه 54 وتم تعديله سنه 81 بالقانون رقم 159، ادى ضمانات عشان اقدر احافظ على استقلاليه المراجع الخارجي. اول الماده رقم 51 او اول ضمان نصت عليه الماده رقم 51 هو تعيين المراجع. القانون قال ان الشركه المساهمه ليها الحق انها تعين مراجع الحسابات او اكتر، خلاص، واعطى الحق ده للجمعيه العموميه المساهمين، وهي كمان اللي بتقدر الاتعاب بتاعته. يعني لان المراجع هنا مفروض ان هو بيكون رقيب على اعضاء مجلس الاداره، فبالتالي هم لما بيعينوه لو انا فوضت المجلس في تعيين مراقب الحسابات يبقى اذا انتفت صفه الرقابه وجوهرها، خلاص. يبقى اذا هنا اول ضمان من ضمانات استقلال المراجع هو تعيين المراجع، وان تعيين المراجع هو حق للجمعيه العموميه المساهمين وليس حق لمجلس الاداره. تاني ضمان من ضمانات استقلاليه المراجع الخارجي في ظل قانون الشركات رقم 159 هو عزل المراجع. عزل المراجع هنا معناه ان انا ابعد عن المراجع او ابعد المراجع عن منصبه، تمام، بطريقه مش تعسفي، خلاص. لكن مفروض ان مثلا في اسباب بتخليني ان انا ما اغير المراجع بتاعي، سواء كان القانون سلطه القانون بتفرض ذلك، او سواء كان خلاف على الاتعاب، او لو ان انا مثلا مش متفقه مع المراجع. وليس هنا معناه ان هو ما اداش مهمته بشكل كامل، لا، انا مش عايز اخليه يكمل لاي سبب من الاسباب، تمام. طبعا العزل هنا معناه مش معناه الاستقالة، مش معناه المراجع يقول لا انا مش هكمل معاكم. العزل هنا معناه ان انا المراجع التزم بكل شروط مزاولة المهنة، التزم بكل متطلبات العمل المهني والمعنية المهنية، ولكن انا كشركة او كان كمجلس جمعية عمومية المساهمين انا مش عايزاه يكمل معايا، تمام. فاذا عندي هنا اللي بيملك سلطة العزل، التعيين بيملك سلطة العزل. طب مين اللي بيملك سلطة التعيين؟ هي الجمعية العامة للمساهمين. فاذا اللي بيملك سلطة العزل ايضا هي الجمعية العامة للمساهمين، خلاص. طيب المشرع برضو عشان يضمن المراجع ما يتعزلش عزل تعسفي ويحمي حقوقه، فلان ممكن تكون الرغبة في التغيير هنا هي رغبة في عزل المراجع نتيجة مثلا تمسك المراجع بحقوق المساهمين، فبالتالي بتبدأ الإدارة تقول لو هي اللي في إيديها سلطة العزل بتقول لا أنا هغيره عشان هو مش مديني أو مش متفق مع الإجراءات اللي أنا بعملها، وهو المؤجرات دي قد تكون في ضد صالح المساهمين. الحاجة الثالثة اللي ضمنها أو كان أحد ضمانات الاستقلالية في قانون الشركات هو حظر الجمع ما بين المراجعة وبعض الأعمال المتعارضة مع الاستقلال. يعني ما ينفعش المراجع اللي هيراجع شركة يكون هو اللي مشترك في تأسيس الشركات، دي بتسمى خدمات بخلاف المراجعة، يعني أنت أسست الشركة ودي ليست خدمة مراجعة، أو أنك تكون عضو في مجلس الإدارة، أو أنك بتعمل أي عمل فني أو إداري أو الاستشاري بالشركة، أو أن يكون ليك شريك أو موظف أو كبير او اسفة او قريب حتى الدرجة الرابعة لاي من الاصفاف المذكورة. يعني مثلا عندك قريب لحد الدرجة الرابعة كان مؤسس في تأسيس الشركة، او عندك قريب لحد الدرجة الرابعة عضو في مجلس ادارة الشركة، او عندك قريب لحد الدرجة الرابعة مشتغل بصفة دائمة في عمل فني او اداري او استشاري في الشركة. لو انت عندك قريب او شريك او موظف بيعمل اعمال دي او انت بتعمل اعمال دي فلا، ممنوع. القانون قال ان انت ما تجمعش ما بين الاعمال دي وما بين عملية المراجعة، تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه هي حقوق المراجع في ظل قانون الشركات رقم 159 لسنة 81. حقوق المراجع في ظل هذا القانون ان هو من حقه يطلع في اي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، ومن حقه ان هو يطلب بيانات وايضاحات بيراها ضرورية عشان يحصل ضرورة الحصول عليها عشان يؤدي مهنته. يعني هو كده بيجمع ادلة اثبات، وناخد ايه هي ادلة الاثبات وايه قرينة الاثبات المحاضرة الجاية او المحاضرة اللي بعدها. كمان حقه ان هو يتحقق من اصول الشركة والتزاماتها، وحقه ان هو يحصل على صور او نسخة من الاخطارات والبيانات اللي بيرسلها مجلس الادارة للمساهمين عشان يدعوهم لحضور الجمعية العامة للمساهمين، وكمان حقه انه يحضر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين او من ينوب عنه من المراجعين اللي اشتركوا معاه في اعمال المراجعة. ده غير ان هو من حقه انه يتم اختاره ويتم مناقشته على اسباب عزله او تغييره في الجمعية العمومية. يعني قرار العزل او التغيير بيتاخد في الجمعية العمومية للمساهمين،
فالمعالج اصلا بيبقى حاضر جميع المعميه المسامين، ومن حقه ان هو يناقش اسباب التغيير ويرد على اي اعتراضات على اعماله لتكون سبب من اسباب تغييره، تمام؟ فده حقوق المراجع. يبقى حقه انه يجمع ادله اثبات. عشان يجمع ادله اثبات يبقى لازم يبص على كل دفاتر الشركه ومستنداتها، ويبص على اي بيانات وايضاحات. من حقه انه يتحقق من اصول الشركه، من حقه انه يبص يحضر جميع العموميه المسلمين ويناقش اسباب تغييره وعزله، ومن حقه ان هو يشوف كمان الاختيارات والبيانات اللي بتبعتها الجمعيه مجلس الاداره للمساهمين عشان يحضروا الجمعيه العموميه للمساهمين، تمام؟ بعد كده زي ما المراجع ليه حقوق عليه واجبات، فالجملة اللي بعد كده بتقول لي ناقش واجبات المراجع في ظل قانون الشركات رقم 51 لسنة 1981، تمام؟ واجباتك ايه؟ واجباتك ان انت لازم تحضر اجتماعات الجمعية العمومية المساهمين، وتتأكد كمان من صحة الاجراءات اللي اتبعت في الدعوة للاجتماع. يبقى المراجع او من ينوب عنه من المراجعين اللي اشتركوا في اعمال المراجعه، من احد واجباته انه يحضر اجتماعات الجمعيه العموميه المساهمين، ويتاكد فعلا ان كل الاجراءات اللي المفروض تتبعها الشركه او اداره مجلس اداره الشركه عشان يدعو للجمعيه دي او الاجتماع الجمعيه سليمه. كمان المراجع لابد ان يدلي رايه في كل ما يتعلق بعمله كمراجع للشركه. يعني حضرتك لازم تقول رايك في كل حاجه خاصه بيك كمراجع، لازم تقول رأيك في كل الإجراءات اللي المفروض التعاقد بتاع الشركة أو عقد الارتباط ما بينك وبين الشركة طلب منك 1 2 3، فلازم تبدي رأيك في كل الحاجات اللي طلبت منك، وخاصة إنك تبدي رأيك في الميزانية سواء كانت الرأي ده رأي متحفظ أو غير متحفظ، وتعيدها لمجلس الإدارة لو كان فيها تحفظ، لو ليك تحفظات عليها. اخر او احد واجبات المراجع برضو ان هو يتلو تقريره على الجمعيه العموميه المساهمين. هو بيحضر اجتماع الجمعيه العموميه المساهمين، فلازم يتلو التقرير عليه في الجمعيه العموميه المساهمين، ويقول لو ليه تحفظات في التقرير، ولازم طبعا التقرير يكون مشتمل على كل البيانات اللي نص عليها القانون واللائحه التنفيذيه. يبقى اذا دي واجبات المراجع، تمام؟ يبقى انا عندي 3 واجبات اساسيه، ان هو يحضر جمعيه اجتماع الجمعيه العموميه المساهمين، ويتاكد من صحه الاجراءات، انه يدلي رايه في كافه ما يتعلق بعمله كمراجع للشركه، ولو في تحفظات على الميزانيه والقوائم الماليه بيبدي التحفظات وبيرجعها المجلس ده عشان تعدل التحفظات دي، وان هو في اثناء حضور اجتماع الجمعيه العموميه المساهمين بيتلو تقريره على الجمعيه، والتقرير بيكون مشتمل على البيانات اللي نص عليها القانون واللائحه التنفيذيه، تمام؟ دي واجبات المراجع، وده ازاي اقدر اناقش الجملة دي. بعد كده الجزء الثاني ما عندي من المحاضرة او المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على تقرير المراجع، فهنا الجملة بتقول لي ما هي تقرير المراجع، ناقش ما هي تقرير المراجع واهميته، يعني عرف التقرير وقول لي ايه هو تقرير، اهمية تقرير المراجع الخارجي، تمام؟ تقرير المراجع زي ما احنا عارفين هو اخر حاجة بيعملها المراجع، ودي اخر مهمة مطلوبة من المراجع، والتقرير ده هو ختام مهمة المراجع الخارجي، بتكون زي ما قلنا وثيقة مكتوبة بيتضمن عمله وملاحظاته وآراءه خصوصا ما كان منصوص عليه في القانون. طبعا الوثيقة دي هي التقرير ده هو وثيقة بيبني عليها المساهمين والشركاء رأيهم في اجتماعاتهم. طبعا التقرير بيكون متضمن لما يكون قد توصل اليه المراجع من نتائج عن طريق فحص ومراجعه الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات. يبقى هو وثيقه مكتوبه، هو ختام مهمه المراجع الخارجي، هو الهدف الاساسي لعمليه المراجع الخارجي، بيقول فيه المراجع رايه في كل ما هو يتعلق بالقوائم الماليه او كل ما هو قام بمراجعته، ودي وثيقه مهمه جدا بتساعد المساهمين والشركاء ان هم يدوا رايهم في اجتماعات الجمعيه العموميه المساهمين. طبعا زي ما قلنا التقرير بيكون متضمن لراي المراجع، وراي المراجع ده هو النتائج اللي توصل لها عن طريق فحص ومراجعة الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات. طب ايه هي اهمية تقرير المراجع عندي؟ تقرير المراجع ده هو جزء مهم جدا بيعتمد عليه المساهمين وغير المساهمين ممن ليهم مصلحة سواء مباشرة او غير مباشرة بالشركة، سواء كان مستثمرين او دائنين او بنوك او مأمور ضرائب. لما هتروح تقدم على قرض في اي بنك يقولك انا عايز قوائم مالية لمدة 3 سنين مرفق بها تقرير مراقب حسابات، تمام؟ لو جيت مستثمر محتمل او مستثمر حالي عايز اعرف اداء الشركه وضعه ايه، فببص على تقرير مراجع الحسابات. كمان حاجه تانية ان التقرير ده المراجع بيبدي رايه فيه من نتيجه الفحص اللي عمله القوائم والحسابات والمستندات والدفاتر،
فده عشان احدد مسؤوليه المراجع، واذا كان المراجع قام بالعنايه المهنيه الواجبه ولا لا، فالتقرير ده هو احد المستندات. لو مثلا على سبيل المثال المراجع ادى تقرير غير متحفظ، تقرير نظيف، وقال ان الشركه القوائم الماليه للشركه سليمه وما فيهاش اي مشاكل، وبعد كده ثبت ان الشركه عندها مشاكل في خلال السنه بعد اصدار التقرير، يعني لو التقرير صدر في 2019 لحد 2020 ما ينتهي بيظل ساري تقرير مراجع الحسابات. فبالتالي لو صدر التقرير وقال لي ان الدنيا سليمه واكتشف ان التقرير ده فيه مشاكل وان فعلا الدنيا ما كانتش سليمه عن البيانات اللي راجعها المراجع الخارجي لحد الفتره اللي اصدر فيها التقرير او لحد تاريخ التقرير، فبالتالي هنا انا بحدد المسؤوليه الجنائيه بناء على نتيجه التقرير. يبقى اذا التقرير ده هو مستند اساسي بتحدد مسؤوليه المراجع من الناحيه الجنائيه والناحيه الماليه. تمام، يبقى هو ده اهميه تقرير المراجع لكافه الاطراف بما فيهم المراجع الخارجي نفسه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه هي انواع الراي في تقرير المراجع الخارجي. انا عندي نوعين اساسيين في تقرير المراجع الخارجي، هو التقرير المطلق او التقرير النظيف، والتقرير المقيد او التقرير اللي بيحتوي على تحفظات. التقرير المطلق او التقرير النظيف هو عباره عن التقرير اللي لا يتضمن اي ملاحظات، يعني ما فيهوش اي تحفظات، ما فيش اي ملاحظات عليه، تقرير نظيف. احنا بنطلق عليه تقرير نظيف لان المراجع بيقول ان القوائم الماليه بتعبر بصدق وعداله عن صحه المركز المالي المنشاه. يبقى اذا عندي هنا ما فيش اي تحفظات بيتضمنها التقرير، وما فيش اي قيود المراجع اتحطت عليه لما هو كان بيطلع على البيانات او بيحصل على بيانات المستندات اللي لازم يكونها او يجمعها عشان يبدي رايه في القوائم الماليه. فبالتالي المراجع بيقول انا كل الحاجه كانت مظبوطه، ما فيش اي مشكله، بل بالعكس انا خدت كل اللي انا عايزه، جمعت كل الداتا اللي انا محتاجها. ده بالنسبه للتقرير المطلق او التقرير النظيف. اما التقرير المقيد او التقرير اللي بيحتوي على تحفظات، ده بيقصد به التقرير اللي بيكون فيه تحفظات وملاحظات من المراجع الخارجي، وبنطلق عليه تقرير غير نظيف. طيب ايه هي انواع التحفظات اللي ممكن المراجع يقولها في التقرير المقيد او اللي بيحتوي على تحفظات او التقرير غير النظيف؟ ان هو يكون فيه تحفظات على الهدف، يعني تحديد مسؤوليه المراجع كانت فيها مشاكل مع الشركه اتفقت على حاجه وعملت حاجه تانية، او ان المراجع بيكون عنده تحفظات ان رايه بيختلف عن رايه ضد الاداره، يعني في مبادئ مخالفات في الاداره ومخالفات للشركه فنية للمبادئ الفنية المتعارف عليها، أو تحفظات بتشير إن الشركة مخالفة الشركة لقانون الشركات، أن الشركة حصلت مخالفة لقانون الشركات أو القانون القرارات الوزارية الصادرة أو قانون النظام. يبقى المراجع عنده ثلاث أنواع تحفظات يبديها من في التقرير المقيد أو التقرير المتحفظ: تقرير تحفظات عن الهدف، وتحفظات ضد الإدارة بمخالفة المبادئ الفنية والمحاسبية المتعارف عليها، ومخالفة تحفظات مخالفة قانون الشركات أو القرارات الوزارية أو قانون النظامي الصادر ضده. تمام، يبقى دي أنواع التقرير عندي. انتهت الأسئلة اللي احنا اتناولناها أو اللي بتخص الجزء اللي احنا ناقشناه المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نناقش أدلة الإثبات وإيه هي أدوات وأوراق عملية المراجعة، وهنبدأ ناخد نشوف إيه هي أدلة إثبات المراجع بيجمعها، وإيه هي أدوات وعمل أوراق المراجعة وبرنامج المراجعة المفروض المراجع بيمشي عليه. شكراً.